واردد لي الصنفانيا لننقلب فقيمة صيرق وهمة تصب. المصغر إذا كان ثانيه حرف لين انقلب إلى غيره فليعد إلى أصله، ويدخل في ذلك ستة أشياء: ألف منقلب عن واو فتقلب إلى أصلها فتقول في تصغير باب بويب، واو منقلب عن ياء تعاد إلى أصلها تقول في موقن مويقن، أصل واو في موقن ياء انقلبت واوا لانضمام ما قبلها وبعدها عن الطرف صارت موقن، رددت الألفة الألفة واو فقلت بويب. وكيف تقول في قيمة؟ واو انقلبت ياء تقول فيها قويمة، هذان اثنان. ألف منقلب عن واو يعاد الواو، يا مقلب عن واو تعاد الواو. كيف نعرف الاصل؟ موقن؟ لا كيف نعرف الاصل؟ اصل مثال ذلك موقن اصلها من اليقين، يقين يا باب يعرف بالتكسير وبالتصغير، الفعل يعرف باسناده الى تاء الفاعل فتقول في دعا دعوت يظهر ان الالف واو، وتقول في بنى بنيت يظهر ان الالف منقلبه عن ياء. كذلك كذلك ألف منقلبة عن ياء تعاد إلى أصلها، كناب يقال نويب، واو منقلبة عن ياء تعاد إلى أصلها كموسر يقال مويسر، ياء منقلبة عن همزة نحو ذيب يقال فيها ذؤيب، حرف صحيح مثال ذلك دينار قيراط أصله دينار قراب، الياء منقلبة عن حرف صحيح وهو النون في دينار صها دينار بنونين، قراصها قراب براءين، تقول فيها قراري قريريض دونينير. هذا ما قاله. فإن كان ليس لينا لم يكن الثاني لينا فإنه لا يعد لأصله، مثال ذلك متعد، متعد صها موتعد من الوعد، من الوعد وفاء الافتعال تبدل تبدل تاء إذا كانت الفاء ياء واو، وسوف يأتيك للين فاتا في افتعال نبدل وشذ في الهمز نحو تكلا. متعي أصله متعي واو وتاء، قلب الواو وتاء وضربنا التاء لا يعاد لأصله لأنه ليس لنا بل هو تاء، تقول متيع بحيث الثانية التي هي تاء الافتعال وإبقاء الأولى وهي فاء الاشتعال التي انقلبت تاء تبقى على اصل الشعر. قال واستثنى من ذلك ذلك همزه تلي همزه فانها لا تعاد الى اصلها، مثال ذلك ادم اصله ادم، الهمزه هنا لا تعاد الى اصلها بل تقول فيها اويدم. عندي قاعده اذا انفتحت الهمزه بعد همزه مضمومه تقلب واوا، اذا انفتحت الهمزه بعد همزة مفتوحة تقلب واوا كأوادم وأويدم. وكذلك أئمة، أئمة أصلها أئمة يقال فيها أئمة في اللغة الفصحى أئمة، إذا صغرت تقول أئمة وفيها توالي ساكنين على حده، يجوز في العربية أن يتوالى ساكنا على حده، ما حده؟ أن يكون الأول لينا والثاني مدغما، إنه لا تتبعاني توالى ساكنان على حده الأولين والثاني مضغم، واضح؟ أنا قريب وضد لأصل ثانيا لينقلب فقيمة صير قويمة تصل أخرى. شد في عيد 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 ثاني لين، الأصل أن يقال أن يعاد الأصل وهو الواو، عيد أصله واو من عاد يعود، لكن عرض كسر ما قبل الواو فقلبت ياء قاعدة، فقلنا في عيد الأصل يقال في عويد، لكن قالوا خشية أن يلتبس تصغيره بتصغير عود من الخشب فقالوا في عويد لن يعيد بالأصله، وشد في عيد عويد وحتم للجمع من زمان تصغير علم، رجع إلى الجمع بين التصغير والتكسير قال يجعل التكسير كالتصغير في هذا كله، فنرجع إلى أولها فتقول في باب
تصيرا بويب، وفي التفسير أبواب، وتقول في قيمة قويمة، وتقول في تفسيرها جعلت على أفعال تقول أقوام إن كان قد سمعنا، وتقول في تصوير ناب نويب، وتقول في تكسيرها أنياب، وتقول في ذيب ذيب ذؤيب، وتقول في التكسير ذئاب، وتقول في دينار دنينير، وفي التكسير دنانير، وفي قراض قريريض، وفي التكسير قراريض. أنا قوله وحتم للجمع من ذا ما ليت صير علم، كذلك في عيد عيد قلت فيها عيد شد فيها عيد، وفي التكسير تقول أعياد. وها هي صغرت ما ثاني ألف زائدة أو مجهولة الأصل اقلبها واو، فتقول في صاحبة صويحبة صويحبة، وكذلك في التكسير تقول صواحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا صواحب يوسف عليه السلام. وكذلك المجهول الأصل كعاج عاج المعروف، عاج يقال فيه عويد قصاب نوع من الشجر، تقول فيه صويب، هذا ليس له أصل يعاد إليه، لأنه يعني ليس له مادة اشتقاقية يعاد إليها. أما قوله والألف الثاني المزيد يجعل، وهو كلام الأصل فيه للأقرأ الساقط منه حرف وبقي منه حرفان، فإنك عند التصغير تضطر لإعادة المفقود، لأن المصغرة لا بد أن يكون على ثلاثة، شخص حرف يضم من يضم أولا وثاني يفتح وياء تصغير وحرف إعراب، فتقول وإذا كان على حرفين والثالث تاء لا يعتد به بل يعاده المفقود، فتقول فيه في حر حر أصله حرح، ساقطة لامه تقول حريح بإعادة اللام، وتقول في مل مسمى به ويصل منذ تعيد إليه العين تقول منيل، وتقول في عدة صفة وصيفة بإعادة الفاء، وتقول في من اسمه خل خل تعيد إليه الهمزة تقول أخيل، وتقول في من اسمه كل وكيل بإعادة الفمزة فاء الكلمة، فهمتها؟ فإن كان له ثالث آخر سقط بعضه ولكن له ثالث آخر لا يعتد ب لا يعاد المفقود منهم، مثل ذلك هار على شفا جرف هار، وتقول رجل شاك سلاحه شخصه شائك وهائر، لسنا بحاجة إلى المفقود، عندنا ثلاثة أحرف حرف يضم وحرف يفتح وحرف إعراب بعد ذلك تصغير، فنقول في هار هوير، وفي شاك شويك، وفي ميت ميت أصله فيل أصله ميت فيعل، أسقطنا عينه فقلنا ميت، ولين لين أصله لين أصله وزنه فيل، بارك الله فيك، هذا فتقول فيه ميت ميت، لسنا بحاجة إلى العين المفقودة، مفهوم؟ أنا قوله ولا وما لقد كمل المنقوصة في التصوير ما لم يحوي غير التاء ذلك كما قال، كذلك تركه الذي سقطت لامه وعوض عن همزة الوصل لم يذكره، ولكن قواعد عربية تجعلك تفهمه دون أن يذكره لك، المصدر بهمزة الوصل عوض عن لام الكلمة كاسم اسم اسم وابن، تقول فيه بني وسمي، لا بد من إعادة المحذوف لأن المصغر يضم أوله، فإن ضم أوله سقطت همزة الوصل فصار مما حذفت لامه، لا بد أن تعاد، تقول فيه بني والأصل بني، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو والياء وتضم فيها، وسوف يأتيك إن شاء الله من واو أو ياء بيته يسكن السابق من ويا واتصل ومن عروض عليا فيا انيل ووقلب ان مظلما وشذ معطى غير ما قد رسم الى اخره. قال رحمه الله ما لا قال وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما قال ما اذا قصد به الماء المشروب
لا تصيره مويه وهو تمثيل صحيح ما أصله موه موه بدليل تصير على مويه وجمعه على أمواه. وقالوا مياه مياه ما هي مياه مياه أصلها ميواه كروب ورياض وحوض وحياض وسوط وسياض. الواو سبقتها كسرة وبعدها ألف فساعدت عليها الألف يحامي مع الياء فقلبها ياء فصارت سياض وحياض ومياه. مياه الواو سبقتها كسرة وبعدها ألف قلبتها ياء فصارت مياه وصلها ميواه. إذا قال ما الماء المشروب فهو تمثيل صحيح. ويا قصد الثنائي وضعا مثل ما الاستفهامية وما التعجبية وما النافية هذا يعاد إليه حرف آخر تأتي بحرف آخر تضاعفه تقول في ما تأتي بألف أخرى والألف إذا ضعفت سارت همزة تقول موي بهمزة أرهب. الثنائي وضعا إذا صغرته فإن كان ثاني حرف لين ضاعفته فتقول في من اسمه لو ثاني واو ضعيفة تقول لو ثم تقول لوي. ومن اسمه كي ضعيفة تقول كي ثم تقول كوي كما تصغر حي على حيي. فإن كان ثاني ألفا الألف يا ضعيفة صارت همزة أرهب. فتقول في ما ما الاستفهامية تقول ما بهمزة ثم تقول موي أرهب. أنا قوله وضد لأصل ثاء ماذا قال؟ هناك ما يعرف في العربية بتصغير الترخيم أن تعمد إلى الكلمة فتحذف زوائدها وتصغر الأصول. من اسمه عصفور من اسمه عصفور الواو زائدة كأنه عصفر كبرث تقول عصيفر. من اسمه حمدان وصول الكلمة الحاء والميم والدال تقول حميد. من اسمه أزهر وصول كلمة الزاي والهاء والراء تقول زهير وهي كثيرة في لغة العرب. مرحبا أنا قوله من اسمه من اسمها سعاد الألف زائدة تقول سعيدة تأتي بالتالي من عندك. من اسمها غلابي الألف زائدة تقول غليبة. مرحبا أنا قوله ومن بترخي من يصغر اكتفى بالأصل كالعطيبي يعني المعطفة أقرأ. المؤنث العالي من التاء واختم بذي التانيث ما صغرت من المؤنث عالي من التاء في الحال أبوي عالي من التاء ثلاثي في الأصل ثلاثي في الحال أو في الأصل أو في المآل اجعل له التاء الحق به التاء. فتقول في تصريف أرض أرض وريضة هذا خالي من التاء وهو ثلاثي في الحال. يد خالية من التاء وهي ثلاثي في الأصل لأن أصلها يدي فتقول يدية. إذا قلنا من مؤنث عالي من التاء ثلاثي في الحال أو في الأصل أو في المآل. والمآل نوعان ما كان رباعيا بمدة قبل آخره كسماء سماء وعشاء لو صغرت سماء سوف تقول سمي بثلاث ياء سمية. الياء الأولى ياء التصغير والثانية المدة التي قال قبل الآخر والثالثة لام الكلمة. لا بد أن تحذف إحداهما الأخيرتين لأن المقرر في العربية المقرر في العربية أن لا يجتمع ثلاث ياءات بعد عين الكلمة التصغير لا يجتمع. إذا صغرت علي تقول علي حذفت إحدى الياءين. إذا صغرت عدي تقول عدي حذفت إحدى الياءات. لكن تجتمع ثلاث ياءات بعد الفاء لا حرج في ذلك مثل مهيين مهيين ثلاث ياءات يا مشددة ويا مد يا مشددة انتين. وكذلك حي تقول في حيي اجتمعت ثلاث ياءات لكن بعد الفاء فهمت. فتقول في سماء لو صغرته تقول سمي بثلاث ياءات تحذف احداها صار ثلاثية في المآل آل امره الى صفا تضع التاء تقول سمية. وكلنا نسمي بناتنا سمية وبعضنا لا يعرف السر في ذلك هي سلام صغرى. واضح؟ عشاء عشاء لو صغرته تقول عشي بثلاث ياءات الأولى لا تصير
والثانية المنقلبة عن الألف، والثالثة لام الكلمة تحذف إحدى الياء الأخيرتين، صار ثلاثيا لا لوت تقول وشية. إذن عارم ثلاثي في الحال كارت، وسن تقول سنينة، وأذن أذينة، وعين عينة، في الحال هو ثلاثي، ثلاثي في الحال أو في الأصل كيد أو في المعال، آل أمره بموجب أعمال تصريفية لا صار ثلاثيا بحيث بعضه. كذلك سعاد، سعاد صغرتها تصير تلخين، آل أمرها إلى ثلاثة، أصل كلمة السين والعين والدال، قلت سعيدة الحرف ثبت سعيدة، آل كانت رباعية لكن آل أمرها إلى أن صارت ثلاثية ولا أخذ التاء. أنا أقول إيه؟ أنا أقوله واختم بذا التانيث بما صغرت من مؤنث عارين ثلاثي كسن، سن تقول سنينة، ما لم يكن بالتاء وراء لبسي كشجر وبقر وخمس، إلا إذا ألبس يقال لك صغر، صغر شجر، شجر مؤنث، لا تقول شجيرة يظن أنك تصغر شجرة، شجرة. وكذلك بقرة لو قيل لك صغر بقر لا تقول بقيرة يظن أنك تصغر بقرة، فالأحسن في هذا أن تحذف التاء. أنا أقوله ما لم يكن، ما لم يكن بالتاء وراء لبسي كشجر وبقر وخمس، خمس إذا كان المعدود إناثا، لو قلت خميسة يظن أنك تعد مذكرا، مر بك ثلاثة بالتاء يقل العشرة بعد ما أحدهم مذكر أخر. البقر بالذات سمع فيه التذكير والتنين، الغنم مذكر تقول عندي غنم كثير، البقر سمع تذكيره، سمع بكلام العرب سمع إن البقرة تشابه مذكر، لكن قولي تشابهت، فالبقر في الوجه. لم أسمعك. وشد ذاك دون لبس، درع وحرب لا لبس فيها، وما ذلك صغر وحرب قالوا حريب، ودرع قالوا درع، وفرس قالوا فريس، وشد ذاك دون لبس لا لبس فيها، وندر لحاق تافي ما ثلاثي ينكثر، وقالوا في وراء تصير وراء، قالوا فيه وريئة وراء الواو والراء والالف والهمزة ليس ثلاثيا وما ذلك الحقه، وقالوا في قدام قديمة، وقالوا وريئة. أنا قولي وشد ترك دون لبس محر وندر لحاق تا في ما ثلاثيا كثر اقرأ. ولا مع الفروع منها تاوتي. التصغير خاص بالأسماء المتمكنة، الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط لا تصغر لأنها غير متمكنة، و والقاعدة أن لا تصغر الأسماء الموصولة ولا أسماء الإشارة لأنها أسماء غير متمكنة، لكن تشبه الأسماء المتمكنة، تنعت وتنعت، تصف وتوصف، تؤنث تذكر تثنى، تجمع فيها كثير من شبه الأسماء، ولذلك صغروها وجعلوا تصيرها على طريقة خاصة، التزموا فتح أولها وعوضوا من ضمه ألفا قبل آخره، فقالوا في ذا ذيا، وفي ذان ذيان رفعا، وذيين جرا ونصبا، وقالوا في أولى، وقالوا في أولى أولياء، أولياء أولى أصلا كانت مضمومة، أولياء قالوا أولياء، وقالوا في اللاتي اللويتا، وفي اللائي اللويا، تقول في ذا غياء، وتا تياء، وتقول في أولى أولياء أو أولياء، وتقول في الذي اللذيا، التي اللتيا، اللذان اللذيان واللذيين جرا ونصبا، والجمع الذين تقول في اللذيون أو اللذيون على مذهب الأخفش. الله أنا أقول وصغروا شذوذ الذي التي ولا مع الفروع منها تاوتي ملاحظة منها. جموع القلة تصغر على لغوها، تقول في أطفال وطيفال، وتقول في أفلس وفيلس، جموع الكثرة لو صغرتها، لو صغرتها ناقضت نفسك، التصغير في الأصل تقليل وهي كثرة، فالتصغير
الأصل لا تصغر في إدارة تصيلها، فإن كانت لعقلاء أردتها إلى مفردها واجمعها جمع مذكر سالما، فتقول في فوارس فويلسون فوارس، تقول فويلسون، قلت فارس وصغرته ثم جمعته بياون، وتقول في جوال كثرة تقول جويريات، وفي دراهم دريهمات.